لليوم مريج، يعني مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة. الشعار يلي تبناه فريق إنساني تطوعي لمساعدة المحتاجين، فريق خطوة التطوعي. رح نتعرف على تفاصيل عمله لليوم أكثر مع ضيوفنا لليوم، ضياء العريدي مدير الفريق، ومحمد هنادي عضو مجلس إدارة بالفريق. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. الحمد لله على السلامة، إنكم جيتوا من حمص على الشام. يا هلا فيكم. ضياء، خبرنا بالبداية لمحة عن فريقكم. فريق خطوة تطوعي، فريق بيعنا بأطفال فاقدي الرعاية الوالدية. صلوا مبلش ما يقارب سنة تقريبا، اشتغلنا نشاطات ترفيهية بمختلف مراكز الإيواء متعددة بحمص، كانت تتضمن مهارات حياة، دعم نفسي، أنشطة حركية. إحدى الفقرات اللي هي كانت مميزة واللي هي بتعطي طابع حمصة تراثي هي فقرة العراضة الحمصية، واللي هي كانت يعني الفقرة اللي كان كتير الأولاد يعني جذابة كتير للأولاد، جذابة لإلهم كتير بشكل، وبالأخص يلي عم يقوم كان بهذا الدور هني شباب شغوفين أساسا بفن العراضة. حتى يعني اللي كان داخل عنا بوقت على الفريق الشاب عبيدة موسى آغا الشغوف بي 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 بالعراضة الحمصية وجذبه للأطفال لإله. يعني محمد، خلينا نحكي معك أكثر عن الفعاليات. قديش أول شيء صار لك أنت تقريبا بالفريق، وخلينا نحكي عن الفعاليات يلي عم تقوموا فيها. هلا انا من بدايه الفريق، بدايه التاسيس، جيت على الفريق سمعت من رفقاتي انه عاملين فريق له اهداف وكذا، حبيت اجرب وفوت على هذا الفريق. دخلت وشفت انه مثل عائله كامله والى اهداف. عن طريق يعني مع الوقت انا حبيت هاي الاهداف، لقيت هالشيء كثير شيء حلو يصير، وخاصه انه مع اطفال يتامى، وبديت الشغل معهم. هلا عملت اكثر من نشاط. انا من اهم الانشطه كانت بمراكز الايواء، كنت عباره عن مدرب مهارات حياه للاطفال، وشاركنا باكثر من نشاط للرسم مع الاطفال وبس. ضياء، في شيء جديد هلا عم تشتغلوا عليه؟ خبرنا عنه اكثر. هلا اول هني مبادرتين تقريبا، الاولى هي اللجنه التعليميه الجوالي، هي اول مبادره تطلق يمكن على صعيد المحافظات السوريه، مبادره تعنا بنطاط دروس خصوصا مجاني للاطفال الايتام بمختلف مناطق حمص. هاي المبادره هي مبادره مجتمعيه بالتشاركيه مع شباب وصبايا المجتمع، انه هن كل متخصصين عم يكونوا متخصصين ضمن اختصاص مجالهم، هن كانوا بهندسات او كيمياء او فيزياء، بيعطوا دروس خصوصي مجاني بمختلف المناطق، وموزعين يعني متطوعين خطوي موزعين على كافه المناطق، متابعين لدروس الايتام. هاي من احدى المبادرات هلا الجديده. طبعا المسؤول عن هاي اللجنه هي الانسه اريج عبد المولى. عندكم مبادرة جديدة بين يمكن حمص والشام، هي أول فعالية بتقوموا فيها بين حمص والشام، خلينا نتعرف عليها أكثر. إيفنت دمسكوس آت حمص، الإيفنت الأول من نوعه يمكن على مستوى حمص، هاي يمكن أول مبادرة إحنا بنساويها مع الشام. المحاور تبعته، أول محور هو روبرتاج التصوير المعماري. شو هو روبرتاج التصوير المعماري؟ هو تصوير المناطق الأثرية بمحافظة حمص، كيف كانت من قبل وكيف تضررت بالأزمة السورية، وكيف عم يتم إعادة ترميمها، هل هي عم تترمم على البناء القديم نفسه عم نحافظ نحن على التراث القديم، أم هي عم تترمم بطريقة حديثة، وشو هو أثر البناء القديم على الطبيعة البشرية. طبعا هذا الروبرتاج من إعداد وشباب وصبايا كلية العمارة، في مبادرة كمان مجتمعية، عملنا فورم بالموضوع واجانا اقبال كثير كبير على هاي المبادره. طبعا حنعلن عن مفاجاه بعد عرض الروبرتاج تبعنا. هاي المفاجاه هي حتعالج مشكله كثير كبيره كانت عنا بحمص اللي هي مراكز الايواء، فنحن حنعلن عنها ان شاء الله يوم الايفنت. المحور الثاني هو دعم الاطراف الصناعيه والمعالجات الفيزيائيه للاطفال الايتام. كثير من الاطفال خلال الحرب تضرروا، فقدوا ايد او رجل او تعرضوا لحالات شلل، فنحن عندنا من ضمن متطوعين خطوي اشخاص موجودين بكلية العلوم الصحية، مختصين يعني مختصين تماما، هني سنة رابعة خامسة تقريبا هلا على وشك التدريب والعلاج. فنحن اللي عملناه هو كمان هو تشبيك مع المعالجين الفيزيائيين انهم يعطوا ورشة لآلية علاج مبدئية لهدول الايتام تمام التشاركية مع هدول الشباب. يعني عمليا اليوم في اكثر من 230 طالب من كلية العلوم الصحية مشترك بهاي المبادرة. المحور اللي بعده هو روبرتاج عن أهم المبادرات المجتمعية اللي صارت بين حمص وبين دمشق.
هاي المبادرات باستثناء انه تكون تابعه لاي جهه، نحن بهمنا الاثر، هاي المبادرات شو اثرت على المجتمع وشو المشاكل اللي هي عالجتها بالضبط. اضافه لهالشيء سكتشات مسرحيه بتحمل طابع انساني، رساله انسانيه للمجتمع، احنا شو على شو عم نشتغل وعلى شو بانين اهدافنا. يعني في شق فني وفي شق توعوي وايضا علاجي عم يكون ضمن فعالياتكم. يعني بس في شيء مشان نوضحه للناس اكثر، ليش بين حمص والشام؟ يعني هي الريبورتاجات رح تنعرض بدمشق او شو الشيء؟ تمام. هلا ليش بين حمص والشام؟ لحتى الفكره نحن اليوم وقت بنجمع شباب وصبايا المجتمع على طاوله حوار وحدي، هاي الطاوله اللي هي عم تعالج كثير من المشاكل بين المجتمع الحمصي والمجتمع الشامي، كثير من موضوع الروبرتاج. اذا بنحكي عن روبرتاج التصوير المعماري، فالمناطق الاثريه هي اساسا في شيء مشترك بين حمص وبين الشام. الشباب والصبايا المجتمع وقت اللي بيكون في تنوع بالافكار اكثر بيطلع الروبرتاج أزبط غالبا. محمد، يعني هالفعاليات اللي عم تقوموا فيها إن كان من أعطاء دروس الخصوصية بشكل مجاني أم العلاج الفيزيائي وعدة نشاطات أخرى، كيف عم تلمسوا نتائجها على أرض الواقع؟ كيف العالم عم بيكون ردة فعلة معكم؟ كيف الطلاب والأطفال عم يستفيدوا؟ كيف عم تلاقوا أنه في استفادة لعملكم وفعالياتكم ومشاريعكم؟ هلا في عنا بالفريق لجنة، هي لجنة للدراسات خاصة بدراسة الفئة اللي عم نشتغل عليها، فبالتالي عم نتابعهم سواء كان بالمدرسة أو بالمكان اللي عم نروح عليه نعطي فيه نشاطات. فنحن يعني عن طريق الوقت مع الوقت فهذا الشيء كله عم يتابع وكله بأوراق يعني، وعم تجي لعنا وفي مختصين عم يحلوا هاي المشاكل إن وجد. وقت عم تشوفوا نتائج الايفنتات تبعيتكم انه عم تحقق النتائج المرجوه، قديش هذا الشيء يمكن عم يسعدكم لكم انتم كفريق اول شيء؟ لا بصراحه يعني هذا الشيء كثير بيكون رائع، يعني حتى احنا دائما بعد كل ايفنت او كل حفله بنعمل هيك حفله بيناتنا ونتذكر هاي الشغلات اللي عم تصير بيناتنا، وبصراحه كان كثير شيء حلو، يعني ما بين نصيف يعني انه تشوفي الشيء عم تقدميه وينجح. أكيد ضياء، رح يكون في شيء ثابت دائما مشاريع وفعاليات مشتركة بين حمص ودمشق؟ تمام. هلا نحن عنا إيفنت دمسكوس آت حمص، هو المرحلة الأولى للمبادرات اللي ممكن تطلق ما بعد الإيفنت. نحن عم نخطط لمبادرات مستدامة ما بين المحافظتين، ولكن نحن كأول مبادرة أشركنا يعني بعض الفقرات المشتركة بيننا وبينهم. حتى هلا حاليا عم يتم دراسة مين الفرق التطوعية والجهات الرسمية اللي هي حتكون مشتركة معنا. نحن الإيفنت اللي بده يعرض حيكون في تشبيك بين أكيد طبعا وبين جهات هذا يعني مختلفة. لأنه نحن كفريق خطوي يعني ذكرنا بلقاء سابق أحد أهدافنا هو إشراك الشباب المجتمع بالمبادرات الشبابية. اليوم وقت اللي بنخلي هدول الشباب انه هن فعلا يكونوا يطبقوا افكارهم معنا على الارض، يشتركون بالمبادرات المجتمعيه، هاي بحد ذاته نحن عم نعالج مشكله بالمجتمع وعم نفعل دور الشباب بقلبه. فنحن وقت اللي عم نشترك بين دمشق وبين حمص، فالشباب عمليا عم تتنوع افكارهم وعم تتبادل الاراء اكثر. المبادره الايفنت اللي بده يعرض بدمشق نفسه حيعرض بحمص بالفترة الأولى. ضياء، شو محضرين فعاليات بعد هي الفعالية؟ شو عم تشتغلوا بخطتكم لقدام؟ بخطتنا لقدام تطوير اللجنة التعليمية لتوصل لمناطق حتى هون ضمن دمشق، هاي اللجنة بتطبق حتى ضمن دمشق طبعا يعني بالتشبيك مع جهة ثانية. إضافة لأنه اليوم وقت عم ذكرنا كمان بلقاء سابق احنا عم نخطط للمجمع المهني التجاري اللي هو بيتضمن عدة أقسام مهنية تختص بالشباب الايتام وبتضمن لهم حق العيش، انه هذا المجمع يكون من اداره هدول الشباب والصبايا. حاليا المجمع تم دراسته بشكل كامل، ملفه وصل لمنظمه وان شاء الله يعني حيكون على بدايه السنه الجديده انطلاقته. أكيد نحن نتمنى لفريق خطوة أنه يخطي خطوات عدة للنجاح والفائدة المجتمعية. شكرا كثير لوجودكم معنا اليوم. شكرا لوجودكم، نتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله بتحققوا كل شيء متمنينه، ودائما الشباب السوري بيقدر بحقق كل الخطوات المرجوة لتطوير المجتمع ولمساعدة المجتمع السوري. شكرا لكم. في بس للشباب السوري نحن إذا عم نذكر ونتشكر هدول الشباب، فيفترض في أشخاص معنيين لازم يعني يكون لهم شكر من على الشاشة.
للشاب سامر جنيد، هو من أولى الشباب اللي عم حاليا إدارته روبرتاج التصوير المعماري. هذا الشاب الشغوف فعلا كثير، أنا يعني شاب علق براسي، حبيت إني نوجه تحية لكل أعضاء الفريق ولكل حد معكم. شكرا كثير لكم. شكرا ضياء، شكرا محمد. يعني مع